Eh bien, كيما الملك خرج للشارع ويحتفل مع الشعب ديالو بهذا الفوز العظيم، تبون وشنقريحة اللي يعني كانوا يتمناو باش المغرب يخسر، ما يعديش للدور الأول، للدور الثاني ما يعديش لعلور الكارت فينال، بزاف قدامي فينال ما نحضروش. وحتى صحافته الحقيرة حتى كيحطوا اسماء الفرق اللي باش تلعب مع بعضها ما يحطوش اسم المغرب، ومن بعد بعض الصحف تراجعوا عاد يحطوا. ولكن تشوف الندالة اليوم، مثلا كاين قناة تلفزية حطوا انه اسبانيا ضيعت 3 ضربات جزاء واقصيت. مع شكون ضيعت؟ مع شكون اقصيت؟ شوفوا الحقارة، شوفوا الحقارة. ولكن المهم تبون وش ريحة، حتى هما خرجوا يشطحوا وفرحانين بالفوز الفريق المغربي. هذه صور تعبر، حتى وين راهم متنكرين نوعا ما، ولكن شوفوا مليح تبون وش ريحة فرحانين بفوز المغرب. هذه الصور. شفتوهم كيش فرحانين؟ هم فرحانين بفوز الفريق المغربي، ونحاو من قلوبهم الغل، ونحاو من قلوبهم الحقد، وباش غدوا يديروا في هذا الديسكور، وباش يبعثوا برسالة تهنئة الملك. ما نظنش هذه، لأنه هذه لازم واحد يكون راجل، وما ماهمش رجال، لازم يكون في حل، وما فايوات عرايا. نذكر بلي ملك المغرب بعث برسالة تهنئة للجزائر في 2019 بمناسبة فوز الجزائر بكأس أفريقيا، ولكن ذاك الوقت ما كانوش عراري يحكموا في الجزائر، ماشي العراري كان يحكم، حتى وين كانوا جماعة مافيا، ولكن المافيا عندها كودونور، بعكس الفويوات اللي ما عندهم لا كودونور لا شعرف ولا دين ولا ملة. دونك عجبتكم وقيلة الشطحة تاع تبون وشنقري، حنعاودو. الوغ بارطاجيو هذا الفيديو، خلوا الناس يشوفوا باللي شنقريحه وتبون راهم فرحانين بفوز المغرب على اسبانيا وتاهله للدور الربع النهائي. وهكذا يعني تشوفوا باللي حتى هما رجعوا للطريق، كما بزاف من البصبع الازرق اللي شافوا باللي الشعب الجزائري فرح للمغرب، وشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي كامل، لأن الناس يعبروا على فرحتهم، وهذا خير دليل أنه العصابة وأزلامها وأبواقها ما همش قادرين يأثروا على الشعب الجزائري، لأنه الشعب الجزائري بطل ويحب الأبطال، والشعب المغربي بطل، وأسود الأطلس أبطال بينها اليوم أكثر، كما بينها مثلا في الماضي، ولكن اليوم أكثر من كل وقت مضى. إذن اليوم الشعب الجزائري وجه صفعة قوية لعصابة ولاد الحرام اللي حابين يخلقوا الشقاق والنفاق، ويخلقوا التفرقة والفتنة بين أفراد شعب واحد. راد شعب واحد. الله أكبر، الله أكبر، هشام عفور، هشام عفور.